العقارية قراءة شادية وقرائية على ضوء قانون المالية سنة 2023. طبعا نظرا لضيق الوقت ستكون مرتجلة وقراءة في أبرز هذه المستجدات، قراءة تحليلية نقدية بشكل مختصر، وقسمتها إلى محورين أساسيين هي ملاحظة منهجية منهجية كمحور الأول، إضافة إلى المحور الثاني المرتبط بالملاحظات الموضوعية أو القراءة الموضوعية في هذه الضريبة. كما تعلمون أن الضريبة على الأرباح العقارية هي صنف أو جزء من الضريبة على الدخل بشكل عام، التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صنف الأجور، الدخول الكرائية، ثم إلى الأرباح العقارية الناتجة عن البيع أو التفويتات المتعلقة بالعقارات، سواء كان هذا التفويت أو هذا البيع يعني بشكل رضائي أو بشكل جبري عن طريق المحاكم، البيع بالنزل العلني أو نزل ملكية. ثم التفويت الرضائي لا بأس أن نشير إلى الأساس القانوني.